أهلا بكم إلى زوايا الحدث. كشف محافظ عدن عبد العزيز المفلحي عن تعرضه لأربع محاولات اغتيال، وقال خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي ترأسه رئيس الوزراء أحمد عبيد بن داغر إن عدن ثروة ولكنها منهوبة وتذهب إلى أوعية الفاسدين، مفيدا بأن عجلة التغيير دارت في عدن ولن يتمكن أحد من إيقافها، وأن عدن ماضية في استعادة دورها التاريخي. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: من يعرقل جهود السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة؟ وهل أسهمت التدخلات الخارجية في تعزيز الانقسام ولمصلحة من؟ إذن تبدو السلطة المحلية في العاصمة عدن أمام تحديات كبيرة وخطيرة تعيق مرحلة الانتقال لتثبيت الدولة. هذه العوائق وإن بدأ أنها تدار بالخفاء إلا أنها ما تلبث أن تظهر للعلن بين الحين والآخر، ولعل ما حمله المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء ومحافظ عدن من رسائل يكشف حجم الانقسام وعمقه الذي تتهم أطراف إقليمية بالوقوف خلفه. وهذا يدفع الكثيرين للتساؤل، لماذا تلعب جهات إقليمية هذا الدور في عدن واليمن عموما، وما هي مصالحها في تأجيج هذا الانقسام؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عليها من خلال الحوار، لكن بعد أن نشاهد التقرير التالي. لن نقبل من يفرض وصاية علينا. هي الحقيقة إذن، تلك التي حاول البعض إخفاءها عما يجري في عدن تحت شعارات مراوغة لم تكن تخفي سوى ما كشف عنه محافظها الجديد الأكثر صراحة وجرأة وإخلاصا. تتعرض موارد المحافظة لإهدار ممنهج وتستهدف كعاصمة مؤقتة كما تستهدف مؤسساتها المالية والخدمية. 500,000 ريال فقط، بينما الضريبة تقديريا عملناها ممكن كانت تصل إلى 1,400,000,000 سنويا على الأقل. إذن هذا الفاقد المفزع. وعلى وقع هذه التحديات عقد المجلس التنفيذي لمحافظة عدن اجتماعه بحضور رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن داغر بحثا عن طرق ممكنة لمغادرة الوضع البائس لمدينة تستند إلى ماض تليد من المجد. في حضرة رئيس الوزراء تحدث المحافظ عبد العزيز المفلحي دون تحفظ، وكشف عن حجم المخاطر الهائلة التي كادت أن تمزق ما تبقى من اللحمة الوطنية في عدن. مقدمين أو قاب قوسين أو أدنى من حرب أهلية طاحنة كان يعد لها المغرضون والحاقدون على انتصارنا. وضوح في الطرح لم يبق مجالا لإخفاء الحقائق على مرارتها، فهذه المحافظة تحتاج إلى تنسيق واضح وشفاف مع التحالف العربي كما طرح المحافظ المفلحي. ونعزز وحدتنا الداخلية، لأنه إذا ما احتربنا فقسما لن يكون المنتصر إلا العدو، وبهزيمتنا لا يعتقد التحالف أنه سيكون بعيدا، سينهزم معنا. بعد 3 محافظين قتل بعضهم وبعضهم استقال والبعض الآخر أقيل، وذلك خلال فترة قصيرة، يأتي المحافظ عبد العزيز المفلحي محملا بالآمال العراض بشأن مستقبل عدن. يراهن العدنيون في مرحلة كهذه على المفلحي القادم من بيت خبرة إدارية واقتصادية وصاحب السجل الحافل بالنضال الوطني والعمل السياسي وصاحب الأفق الوطني الواسع لانتشال مدينتهم من انكسار تاريخي شامل عانت منه لأكثر من 4 عقود من الزمن. عدن قاب قوسين أو أدنى من مغادرة أزماتها متعددة الأبعاد، ذاك ما أكدته تعهدات المحافظ الجديد وثقته الكبيرة بالمستقبل، لكن الأمر لا يتعلق بحسن نوايا شخص بعينه، بل الالتزام من قبل الجميع بما لا يقبل أي تفسير آخر تجاه عدن واليمن. نبدأ النقاش مع ضيفنا من العاصمة المؤقتة عدن الصحفي فتحي بالأزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد. أهلا بك أستاذ فتحي. أهلا وسهلا بك أستاذ فتحي. إذن في حضرة أحمد عبيد بن داغر كان صريح عبد العزيز المفلحي وتحدث في الكثير والكثير، بالنسبة لك ما الذي لفت انتباهك وما هي أبرز الرسائل من هذا المؤتمر؟ إذن فقدنا الاتصال برئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بالأزرق، سنحاول أن نتواصل معه ليعود معنا في هذه الحلقة. ومن الرياض ينضم إلينا مستشار وزير الإعلام الدكتور فيصل العواضي. أهلا بك دكتور فيصل.
مرحبا بك وبين الاخوه مشاهدي قناه بلقيس. دكتور فيصل، بالنسبة لحكومة بندغر، هناك العديد من الأمور كشف عنها محافظ عدن عبد العزيز المفلحي. أين هو التقاطع بينكم في الحكومة وبين ما ذكره المحافظ فيما يتعلق بأوضاع العاصمة المؤقتة في إطار المكاشفة التي حصلت؟ طبعا يعني لا يجب ان نقفل كلمه الاخ رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر في ذات الاجتماع، فقد كان صريحا وصادقا وكان متفائلا بحذر، تحدث عن التحديات الماثله وتحدث عن الاعمال والطموحات، تحدث عن الواقع قبل عام وكيف كانت يعني الخدمات متلازمه جدا وكيف تم تجاوز كثير من الازمات وفي مقدمتها مشكله الكهرباء وبعض الخدمات، لكنه قال اذا لم يكن هناك عمل جاد ودعوب وبذل وانفاق فانه احتمال ان هذا الوضع او المعالجات القائمه قد لا تستمر ولا تصمد. نحن فعلا امام كانت مكاشفه متبادر الاخ الشيخ بعيد المفلحي منذ ان علم في عدن، وهو يمتلك الرؤيه القائمه على استقراء حقيقي لتاريخ عدن او وعي حقيقي بتاريخ عدن واستقراء للمستقبل الذي يمكن ان تلعبه هذه المدينه اذا توفرت لها المقومات المطلوبه للامن، يعني امن واستقرار وخدمات، فانها ستكون محور على مستوى المنطقة وليس على مستوى الوطن. أيضا دولة الأخ رئيس الوزراء قال أن عدن توفرت لها فرصة أن تكون العاصمة، يعني وهي فرصة قدرت توفر لكثير من المدن أو المناطق في اليمن، ودعا كل الفعاليات داخل العاصمة المؤقتة عدن إلى استغلال هذه الفرصة وعدم إهدارها لأنها لا يمكن أن تتكرر. وإن شاء الله يعني مع الجهد الدؤوب لحكومتنا الرشيدة وتوجيهات الأخ الرئيس وتوجهات الأخ المحافظ الواعي تماما لما يجب فعله لعدن، إن شاء الله نصل إلى نتائج طيبة ومن يعني من حسن إلى أحسن إن شاء الله. طيب، حذر المحافظ من تداعيات حالة الانقسام الموجودة داخل العاصمة المؤقتة، من يقف وراء هذا الانقسام وما هو موقف الحكومة من هذه الحالة؟ نفس الوضع يعني تكلم عنه دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء وقال لا يمكن أن نتحارب أن نتقاتل فيما بيننا ونحن أمام عدو أيضا واضح وعدو شرس. طبيعة الحروب دائما تفرز نتوءات وإعاقات نفسية، لكن سرعان ما يتم تجاوزها، وعدم طبعا الحرب خلفت فيها كثير من المشاكل والمآسي، ان شاء الله هي في طريقها الى التعافي. واشار الاخ رئيس الوزراء الى ان هناك تنسيق على مستوى عالي وتفاهمات مع قياده التحالف العربي الموجودين في عدن. طيب، هو وجه رسائل تحذير لابناء لليمنيين وايضا رساله تحذير للتحالف العربي، لماذا؟ طبعا التحالف العربي هو ليس جزء من الاشكاليه اليمنيه، قد تكون هناك اشكاليه يمنيه، لكن التحالف العربي قد يجد نفسه في اطار تجاذبات بين اطراف، ولهذا يعني كان لابد من تنبيه انه التحالف العربي يجب ان يقف على يعني على موقفه من يعني انه يتعاطى مع الشرعيه فقط لا يتعاطى مع اي تجاذبات اخرى، لان التحالف العربي في اليمن ليس له اي اجنده غير اجنده الحكومه الشرعيه والسعي لاعاده الشرعيه الى اليمن، ليس له اي اجنده اخرى او مصالح اخرى. طيب، نعود لضيفنا من عدن الأستاذ فتحي بالأزرق. أستاذ فتحي بالأزرق، أهلا بك من جديد. إذا بالنسبة لك، ما الذي لفت انتباهك في حديث عبد العزيز المفلحي وما هي أهم الرسائل التي حمل هذا المؤتمر؟ إذا فقدنا الاتصال للمرة الثانية. أعود لوزير مستشار وزير الإعلام الدكتور فيصل العوض. دكتور فيصل، هذا الوضع الحاصل الآن داخل العاصمة المؤقتة عدن هو بالطبيعي يؤثر على صورة الشرعية
أمام العالم ويضعها من خلال القياس إلى حالة عدم الاستقرار في العاصمة المؤقتة، ما الذي بيد الشرعية فعله لوقف هذا التدهور ولتطبيع الأوضاع وتحسينها أكثر وتقديم صورة أفضل؟ طبعا الشرعية نعرف أن الحكومة بذلت جهود طيبة وجهود كبيرة وهناك نتائج ملموسة على الأرض، يعني لا يمكن الحديث عن عدن اليوم بنفس الرؤية أو الصورة التي كانت عليها قبل حوالي 6 أشهر أو سنة من الآن. هناك يعني كل يوم الأمور تتحسن وباقي فقط قليل من الاختلالات الأمنية إن شاء الله يمكن تجاوزها، ودائما المفسدون هم إلا يعني ضرب الله لنا مثلا في القرآن الكريم وكانت المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يعني 9 أفسدوا أمه وعدن يسكنها فوق المليون، يعني إذا تخيلنا أن هناك 100 شخص مندسين بين هؤلاء المليون لا شك أنهم سيثيرون قلاقل. لكن فساد الشرعية سيادة المستشار ليس في عدن فقط، فساد الشرعية ربما مستشري من الرياض إلى كل المناطق المحررة والتي خاضعة لسيطرة الشرعية. سأعود لك وأعود مرة ثالثة لضيفنا من عدن الأستاذ فتحي بالأزرق. أستاذ فتحي بالأزرق تسمعني؟ كلام بشكل واضح. أستاذ فتحي بالنسبة لك أبرز ما لفت انتباهك في هذا المؤتمر والرسائل التي حملها أيضا؟ الحقيقة أن حديث المحافظ المفلحي كان واضح للغاية، عدن بحاجة لطي صفحة الصراع بين كل الأطراف السياسية المتصارعة سواء كانت من الشرعية أو من التحالف أو من الأطراف الأخرى، عدن بحاجة إلى أن يبدأ المحافظ المفلحي عمله بشكل منظم وصحيح وأن تتوقف كل الأطراف السياسية المتصارعة عن ممارسة الصراع فوق ملف الخدمات، فوق الملفات المعيشية للناس، فوق ملفات الكهرباء والمياه. يجب أن تفصل هذه الأطراف السياسية المتصارعة، وهذا أمر لا يمكن إنكاره من قبل أي طرف، أن تفصل فيما يخص صراعها بعيدا عن ملف مدينة عدن. منصب المحافظ في عدن، وهذا أمر كلنا نعرفه وكلنا نتفق بخصوصه، هو منصب ليس سيادي وليس سياسي أساسا، هو منصب خدمي يتصل بأمور الناس من مرتبات، من صحة، من تعليم، من خدمات، من كهرباء ومن مياه. لذلك فكل الأصوات في عدن اليوم هي تقف إلى جانب المحافظ المفلحي وتدعو كل الأطراف إلى تسليم مبنى المحافظة كخطوة أولى والسماح للمحافظ بدخول مبنى المحافظة وممارسة عمله وممارسة نشاطه، خصوصا وأن الناس لمست أو لاحظت حالة تحسن كبيرة. أستاذ فتحي، إذن حالة دعم والتفاف غير عادية تقول حول محافظ عدن عبد العزيز المفلحي، إذا كانت هذه الحالة الالتفاف موجودة حتى الآن، ما الذي يمنعه من تمكينه بشكل فعال في إدارة المحافظة، تسليم مبنى المحافظة والقيام بمهامه الخدمية على أكمل وجه إذا كانت هناك حالة التفاف ودعم له؟ الحقيقة هو مدعوم شعبيا ومدعوم من المواطن البسيط، لكن لا المفلحي ولا المواطن البسيط يملك قوة عسكرية ولا يملك قوة أمنية، أطراف أخرى تملك قوات عسكرية وقوات أمنية، والدخول في نزاع أمني أو عسكري بهذا الخصوص ممكن أن يفجر حرب بين الميليشيات، وأنت تعلم وأنا أعلم والجميع أعلم أن عدن مقسمة بين كل هذه الأطراف كمربعات صغيرة، لذلك في الحوار بين هذه الأطراف هو الأمثل، والمحافظ المفلحي وكل الأطراف نعول عليها أيضا حتى نعول على قيادة المجلس الكيان الجنوبي أن تسعى وأن تساهم بشكل إيجابي فيما يخص هذا الموضوع. نحن أنا شخصيا أحد أبرز المؤيدين للمجلس الانتقالي الجنوبي، لكن عقلا ومنطقا أنا لا يمكن أن أربط المجلس الانتقالي الذي يبحث عن دولة، يبحث عن حضور مشرف الجنوبيين بموضوع مبنى المحافظة الذي هو يتصل أساسا بالمجاري والكهرباء والمياه. يجب أن نفصل دولة الجنوب أو أي قضايا سياسية لنا أو أي مطالب لن تأتي عبر تعطيل حياة الناس من كهرباء وخدمات مياه. طيب أستاذ فتحي أستاذنك فقط ترفع صوتك قليلا، صوتك غير واضح عندي. أقول أنه هذه الأطراف يجب أن تتفق أنه الصراع هذا يجب أن يتوقف كنقطة أولى، أن تفسح كل الأطراف للمحافظ المفلحي بأن يتسلم مبنى المحافظة. نحن في عدن لازلنا نراهن ولازلنا نراهن أن كل هذه الأطراف
ستتعقل وستتجه نحو حالة من الحوار السياسي والقبول بالآخر. نحن بحاجة أن ندعم المحافظة المفلحي، خصوصا أن المحافظة المفلحي أساسا لم يقل في لحظة من اللحظات أنه ضد مطالب الناس في الجنوب، ولم يقل أنه ضد القضية الجنوبية، ولم يقل بأي حديث سياسي يمكن أن يفسر ضده. لكن طيب، هناك إشارتين أشار إليها محافظ عدن أستاذ فتحي. الإشارة الأولى تتعلق بأنه تعرض لأربع محاولات اغتيال، وأيضا الإشارة الثانية هي تحذيرية من تفاقم الوضع داخل عدن ووصوله إلى الاحتراب الداخلي بين اليمنيين فيما بينهم. هذه الإشارات يمكن قراءتها في أي سياق؟ هو الحقيقة أنا شخصيا لم أكن مطلع أو لم أطلع فيما سبق حول موضوع وجود أربع عمليات اغتيال، لذلك في الأمر في هذه النقطة يحال للمحافظ المفلحي. لكن قضية أنه الوضع في عدن خطير أو صعب، هذا أمر لا يمكن القفز عليه أو تجاهله أو إنكاره. عدن مقسمة بين معسكرات مختلفة مناوئة لبعضها البعض، رغم أننا شاهدنا خلال الفترة الماضية حالة من التقارب الكبيرة بين كل هذه الأطراف، هذا أمر إيجابي. لكن في حال ما استمر الصراع بين كل هذه الأطراف، وفي حال ما هذه الأطراف لم تصل إلى تسوية سياسية تتضمن سماحا للمحافظ المفلحي بممارسة نشاطه، أعتقد أن الوضع ممكن قد يذهب نحو التفجر، قد يذهب نحو إشكاليات كثيرة. لذلك من العقل ومن الأسلم أن كل هذه الأطراف تتفق أن مبنى المحافظة أو عمل المحافظة أساسا عمل ليس سياسي، لا صلة له بأي صراع سياسي. يجب أن يحيد عمل المحافظة، يجب أن تتفق كل هذه الأطراف أن من يعمل لأجل الكهرباء، من يعمل لأجل المياه، من يعمل لأجل الصحة والتربية والتعليم، يجب أن لا يسيس عمله، يجب أن يترك المفلحي يشتغل ونحن معه. وأعتقد أن كل الأطراف أساسا ليس من مصلحتها أن تتحول عدن إلى حالة من الفوضى أو أن تنقطع الكهرباء أو المياه. الناس أساسا تريد أن تعيش، ناس عاشت في عدن خلال طيب عام 2015. ما مصلحة من لا يترك المجال للمفلحي يعمل ويقدم خدمات للناس؟ لماذا حالة الإدراك هذه التي هي موجودة لديك ولدى الكثيرين ليست موجودة لدى هذه الأطراف السياسية؟ ما مصلحتهم في استمرار الوضع على ما هو عليه؟ الحقيقة أنه لم يتحدث أي طرف، لم يتحدث أي طرف حتى اللحظة بشكل علني ويقول أنه ضد المحافظة المفلحي. لا، بالعكس، كل الأطراف تؤكد أنها عونا ودعما للمحافظة المفلحي، التحالف العربي، دولة الإمارات، السعودية، الشرعية، المجلس الانتقالي، كل الأطراف هذه تؤكد على الأقل ظاهريا أنها تؤيد. لكن نحن بحاجة إلى ترجمة فعلية للأقوال، نحن بحاجة إلى أن ننهي الخلاف الجنوبي. أي خلاف جنوبي في عدن ليس من مصلحة أحد. نحن بحاجة كجنوبيين وكعايشين في عدن أن تتوحد الجهود، أن يخف الخلاف، أن تذهب الناس إلى تسوية سياسية بخصوص الكثير من القضايا المختلف عليها. ليس من مصلحة الناس أن تذهب إلى خلاف في حول مثلا هل يخرج المفلحي، هل يسلم المفلحي، هل يعمل المفلحي أم لا. لا، أعتقد أنه يجب أن يكون الخلاف في المواضيع السياسية المتصلة بالقضايا المصيرية. لا يوجد، بل يعني لا أعتقد أنه من مصلحتنا أن نختلف حول القضايا البسيطة، حول القضايا التي تتصل بالمجاري والخدمات العامة. هذه أمور المواطن حينما سيرى أي طرف سياسي يعرقل عمل المحافظ المفلحي في الأخير هو سيتخذ موقف سياسي كبير ضد الخيارات السياسية المشروعة. لذلك فإن أي عرقلة لنشاط المحافظ المفلحي أنا شخصيا أرى أنها ستنعكس بشكل كبير جدا على الخيارات السياسية للناس، على طيب اختيارات الناس للقيادات. طيب أستاذ فتحي، الرسالة التحذيرية من فكرة الاحتراب الداخلي نتيجة لهذا الانقسام الحاصل ليست مقتصرة فقط على الداخل، هو أيضا وجه رسالة للتحالف العربي وقال ربما أنه لن يغرق اليمنيون في وحل هذا الانقسام إذا ما حصل احتراب داخلي داخل عدن. ما الذي يعني التحالف العربي من هذه الرسالة؟ التحالف العربي كلنا نعلم أن التحالف العربي تدخل في اليمن لإنقاذ اليمنيين من الانقلاب وإعادة الشرعية، ويجب أن تستمر خطوة التحالف أو سير التحالف على هذا النهج. لكن في حال مثلا ذهبت الأطراف المحلية المتصارعة في عدن إلى الاقتتال، لنفترض أنه هذا حدث مثلا، أن كل الأطراف هذه تصارعت أو تقاتلت، في الأخير هذه طعنة ستكون للتحالف، ستكون طعنة للمشروع الذي ينهض الانقلاب، الذي يسعى لاستعادة الدولة اليمنية. لذلك
من مصلحة التحالف أن تنجز عمليته السياسية والأمنية والعسكرية في مساعدة اليمنيين بنجاح، ليس من مصلحة التحالف أن تذهب هذه الأطراف المتصارعة نحو حرب بالمطلق. نحن حتى اللحظة نرى دور التحالف سواء كان الدور الإماراتي أو دور السعودي دور إيجابي كبير، هم ساعدوا اليمنيين في كافة المحافظات وجزاهم الله خير، لذلك المطلوب منهم أن يكونوا عنصر إيجابي في ردم هوة الخلافات في تقارب وجهات النظر السياسية بين كل الأطراف اليمنية المتصارعة داخل عدن. أنا شخصيا أعلق آمال كثيرة على الدور الإماراتي الإيجابي في عدن، الإمارات قدمت الكثير في عدن، قدمت الكثير من المساعدات والمعونات في مجالات عدة، لذلك والناس تنظر إلى هذا الدور بشكل إيجابي، لذلك فالواجب على الإمارات أن تستمر، وأنا شخصيا أثق أن الإمارات هي عنصر إيجابي ومساعد كانت ولا تزال وبإذن الله ستظل. طيب رغم هذا الدور الإيجابي للإمارات العربية المتحدة، لكن المحافظ طالبهم بالتعامل كشركاء وأشار أيضا إلى نقطة أنه لا يمكن القبول بالوصاية من أحد. وفي الحقيقة في الأخير أشقاءنا الخليجيين أو أشقاءنا في التحالف العربي لا يمكن أن يكونوا وصاها على أحد، وهم لم يقولوا قط في أي حديث أنهم وصاها على أحد، ولا أعتقد أنهم يسعون لذلك، ولا أساساً الواقع يمكن أن يقبل بشيء أو حديث أو محاولة كهذه. الإخوة في التحالف العربي هم شركاء للشرعية اليمنية، شركاء للجنوبيين، شركاء لكل الأطراف فيما يخص إنهاء حالة الانقلاب، وكل الأطراف تتفق في هذا الخصوص، وأنا شخصيا مثل ما أسلفت أثق بالدور الإماراتي، أثق بالحضور الإماراتي حتى اللحظة في عدن، ومثل ما كانت الإمارات سباقة في دعم المقاومة، في دعم الجهود الشعبية، في دعم كل القطاعات في عدن، أنا أثق أنها ستدعم المحافظ المفلحي أو ستدعم كل الجهود الخيرة لإخراج عدن مما هي فيه. ليس من مصلحة الإمارات بأي شكل من الأشكال أن تكون سببا في حالة التعطيل في عدن. الإماراتيين قدموا تجربة جيدة خلال السنوات الماضية، وأنا أثق أنهم سيقدمون خلال العام القادم تجربة أفضل. شكرا جزيلا لك أستاذ فتحي بالأزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، وأعود لضيفنا من الرياض مستشار وزير الإعلام الدكتور فيصل العواضي. دكتور فيصل العواضي، إذن هناك تدخلات خارجية ربما عززت من حالة الانقسام الموجودة داخل عدن، تعليقكم في الحكومة وإلى أي حد تعتقد أن هذه التدخلات عززت من حالة الانقسام؟ أولا لا يوجد تدخلات، معنى تدخلات كما ذكر زميلي الأستاذ فتحي بن الأزرق أن دول التحالف هي المتواضعة وهي دعم اليمنيين في استعادة شرعيتهم. إذا كان الأخ المحافظ وجد مفسر دور بعض دول التحالف أو دولة من دول التحالف لأنه داعما له بأنه كل هذا لا يعني أن هناك تدخل من دول التحالف ولا يعنيها. نحن نعايش من يدعي أن العالم كله معه وهو ليس معه أحد، لكن الأخ المحافظ أيضا يعني قد تكون بمثابة دعوة لأن دول التحالف لا تقف فقط يعني داعمة للشرعية وتترك مثل هذه الأقاويل تروج بأنها تقف مع هذا الطرف أو ذاك، فلا يوجد أي انكشاف حقيقي للمغذى من أطراف خارجية. المطالب هي يعني نحن نعرف أن القضية الجنوبية قضية مطلبية، لم يكن الجنوبيين أقلية عرقية أو أتمية يتعرضون للإضطهاد، يعني ليس لديهم حرية الاعتقاد أو حرية الثقافية، يعني كانت لهم بعض المطالب يعني المظالم المطلبية الآن يبدو أن تحققوا فعلا. هذا هو المحك الحقيقي لمن يبحثون عن مصلحة الجنوب. إذا كنتم تدعون أن الجنوب ظلم مطلبيا في بعض، طيب تنكر استاذ دكتور فيصل تنكر ان يكون هناك تدخل؟ لا، لكن محافظ ان تنكر انه هناك تدخل ربما، لكن المحافظ اشار الى وجود وصايه عندما قال لن نقبل الوصايه من احد، ما الدافع للمحافظ حتى يقول ذلك؟ هذا خسر كله أصداء لما يتردد في الإعلام، يعني لما يدعيها البعض إنه نحن أدعون من فلان ونحن كذا والعالم قد اعترف بنا وإلى آخره. فالأخ المحافظ هو يعني أرسل رسائل عامة يعني وعلى الكل أن يعني يقطع الشك باليقين، قطع الشك باليقين.
مع أن نفي النفي إثبات. لو قلنا أنه ليست هناك من يدعي أنه مدعوم وأنه مفروض من قبل أطراف معينة لما كان هناك يعني إنكار مثل هذه الادعاءات هو قلم. لكن الاعتراف بأن هناك من يدعي حتى ولو إذا عاد أطلا وزورا لا بد أنه يصد من قبل من يدعي أنهم معه وداعمين له. شكرا جزيلا لك دكتور فيصل عواضي مستشار وزير الإعلام، كنت معنا من الرياض. وأيضا الشكر موصول لضيفنا من عدن الأستاذ فتحي بالأزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد. انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث، تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد. يا من لا.